حول أسواق المنطقة والخليج تنضم إلينا من بيروت المحلل المالية في الشرق للأخبار ماري سالم، كما ينضم إلينا من الرياض مراسل الشرق الزميل عبد الله عيسى. صباح الخير ماري. صباح الخير عبد الله. ماري، سأبدأ معك. طبعا يعني أنا لدي تساؤل تطرح توقعات البنك الدولي بتخفيض توقعاته هذه التي ربطها بتخفيض يعني الإنتاج، يعني قرارات أوبك بلس مؤخرا. عندما كنا نتحدث عن أسواق الخليج مع المراقبين والمحللين دائما كان الحديث يجري أنه، وحتى يعني معك مؤخرا ماري، أنه أسواقنا لم تعد مرتبطة بدرجة كبيرة، لم نعد يعني نشاهد هذا الارتباط الكبير باتجاه أسعار النفط، يبقى محفز لكن لا نرى هذا الارتباط. بالتالي كنا نتحدث دائما أنه الدورة الاقتصادية مختلفة في أسواق المنطقة، وهذا ما يدعم الزخم يعني في أسواق المنطقة. اليوم كيف عم نقرأ هذه المعادلة؟ صباح الخير محمد. يعني فعلا نحن بس عم نطلع على اسواق المال، صرنا هلا بمنحى مختلف عن اللي كنا نطلع عليه سابقا. يعني كنا بالايام السابقه وقت كان في ارتباط كامل بالاسواق باسعار النفط او حتى بالاقتصاد الكلي تبع البلاد، يعني كنا بس نسمع خبر اعاده تقييم لدوله معينه نلاقي في عندنا تاثير مباشر بالاسواق الماليه. حاليا اللي عم بيصير بالاسواق الماليه وتحديدا يمكن بالامارات هي انه نلاقي المستثمرين عم بيتخصصوا بمجالات معينه، يعني قطاعات معينه أو حتى شركات معينة عم بيكون التركيز على الاستثمار فيها. صار في محفزات أخرى غير اللي كانت بالأول نشهدها بشكل طبيعي بقلب الأسواق. يعني صارت هلأ الشركات بتوزع أرباح، صار في عنا عائد على الاستثمار أعلى مما كان عليه سابقا. امبارح حكينا عن صانعي السوق ودعمه للأسواق كيف عم تتغير هذه الهيكلية. يعني صار في عنا معطيات أخرى بتخلي المستثمرين أنه ينخرطوا بنشاطات الأسواق المالية أكثر من قبل. وحتى أحجام التداول يعني إذا نطلع عليها من اللي إيه عم بتكون أفضل مما كانت عليه بالأعوام السابقة. يعني ما بقى طيب. في عنا هذا الرابط أنه أسعار النفط بترتفع الأسواق. طيب. ماري، خليني أسألك على هذا الأداء المتباين بين السوقين دبي وأبوظبي، ما الذي يحصل؟ يعني ليش عم نشوف هذه التراجعات اللي عم تدفع مؤشر أبوظبي لأدنى مستويات من يوليو، وعم نشوف في المقابل سلسلة ارتفاعات تدعم مؤشر دبي إلى أعلى مستويات له منذ عام؟ هلا محمد اللي كنا عم نشهد ونحن اصلا اذا بنطلع سابقا كان في عندك سوق دبي المالي هو الحلقه الاضعف بالاسواق الخليجيه. يعني عبر السنوات كنا دائما نقول حتى بنقاشاتنا كنا دائما نقول انه شو الشيء اللي ممكن انه يخلق دعم او محفزات بسوق دبي المالي لحتى شوي نزيد من نشاط التداولات واحجام التداول في. يعني كنا دائما في نوع من استياء لاداء سوق دبي المالي مقارنه ببقيه الاسواق. هلا الارتفاع الارتفاعات اللي شهدها سوق ابو ظبي السنه الماضيه كانت قياسيه، يعني كانت جيده جدا. هلا ما راح اقول انه في مبرر للتراجعات اللي عم نشوفها هلا، ولكن ما بقى في نفس الوتيره من احجام التداول. اذا بنطلع نحن بسوق دبي بسوق ابو ظبي حتلاقي انه المستثمرين اللي هن طويلي الامد بعدهم هن في نوع من مضاربه بتصير بقلب الاسواق، وهي شغله جدا طبيعيه اللي هي المستثمرين الفرديين اجمالا هن بيكونوا عم بيقدوها. وقت اللي بتطلع انت بتلاقي انه الاسواق عم تتراجع او انه عم ترتفع بدون محفز معين، بيكون في عامل اساسي عم بيلعبوه المستثمرين الفرديين، وهي بتنطبق يعني على التوقعات يمكن يلي عندهم اياها للفترات اللي جايه فيما يتعلق بالاسهم يلي هن عم يتداولوا عليها. شكرا لك ماري.